برحيل العصابة وأدنى بها ها هي الجزائر تظهر معالم هويتها الواحدة تلو الأخرى من أثار التشويه الحضاري، خاصة في قطاع التربية الوطنية الذي كان مسرحا ساخنا لمعارك إيديولوجية حاولت نورية بن غبري فرضها على الجزائريين بشعارات زائفة للإصلاح المزعوم. وقد صدرت كل الكتب المدرسية للموسم المقبل موشحة ببسملة مباركة، حيث علت صفحتها الافتتاحية بسم الله الرحمن الرحيم بعدما محتها بن غبريت قبل سنوات. ولم يستثني استدراك الانحراف الكتب العلمية والأدبية، بل مس كل المقررات التعليمية في كل الشعب والمستويات، وبذلك تتخلص الجزائر من سيئة موروثة عن العهد البعيد في انتظار محو كل بصمات الفساد التربوي. المشاهد قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.